احمر شباب يلاه فا يقرا بزاف كلشي. دونك ان شاء الله نبداو نجاوبوا على لي كيسيون ديالكم. ها الكسكوسه نبداو ان شاء الله نجاوبوا على لي كيسيون ديالكم ومن هنا نبارطاج معكم النهار ديالي كيفاش دايز. يلاه تحياتي ليكم. السؤال زوين غنجاوب عليه بواحد الطريقه. لا نقول لك انك خاي اول حاجه ننصح بها هي دابا نتوما ثلاثه ديال الدراري حاولوا انكم تفارقوا ما تكونوش بارتنرز في نفس البيزنس. حاولوا انكم تفارقوا كل واحد يخدم من راسو. سميو انك الا ولفتي تخدم من راسك غادي تمشي بعيد. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه هو انك حاول السوق السوق حاول تضرب على واحد العام واحد العامين قول عاد نشوف البروفيل هكا غادي تمشي مزيان. ما الا مشيتي كتفكر من الشهرين الاولى ثلاث شهور الاولى تشوف الربح راه صعيب شويه خاصه في الدروب شيب. دراري هذا اكثر سؤال جاني هو على هاد 150. هذا حنا سيمو ها زهير والله حتى راه حنا خدامين على دوك 150. باش نجاوب على هذا السؤال ونساليو لاي واحد باغي يكون من هاد 150. دابا فين غاديين؟ غاديين نسناو الكونطرا الدراري مع الكوان اللي غادي تجي فيه 180 لان 150 غير ستودنت 30 اخرين لي بروف سيكوريتي كدا كدا يعني كاين 30 ناس تجي اخرين في التوتال 180. صافي تماما. هذا من جهه. من جهه اخرى فوقاش التسجيل داكشي كامل عما قريب الشروط شنو خاص شنو ما خاص الدراري عما قريب واش داك قريبا 150 ماشي زعما قريبا غادي نبيبليو ولكن حسب لي واش قريبا 150 كيلو اللي غادي لا 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 الدراري فهموها دابا 150 ولات كتعني 150 صافي. المهم الدراري راه اي حاجه كانت راه غادي نقولها لكم. راه اكثر سؤال تقريبا جاني هو هذا سو كلشي غادي نقولو لكم. هذا اكثر سؤال كيجي شوف باش نجاوبو عليه باختصار. بالنسبه لديك 150 ان شاء الله راه غادي يكون واحد السيت اوفيسيال ديال هاد 150 غادي تدخل غادي تعمر فيه واحد الفورم ياك با سيم. وي غادي ندير واحد السيت اوفيسيال غادي تدخل غادي تلقى الفورم غادي تعمرو غتعمرو بجدية على حقاش بزاف ديال المغاربه ملي تيعمرو لي فورم تيعمرو هذيك الطرق ولكن غادي نختارو الناس ملي كتقرا داكشي المعلومات اللي دخل كتقول هاد خونا هذا باين معقول وسيريو وخصنا نجيبو. وحاجه اخرى الدراري اجي نختاروا فئات مختلفه. فئات اللي ديجا هو موظف خدام واحد الفئه اللي هما تلاميذ يعني باقي تيقراو تلقى تيقرا في الجامعه ولا تيقرا في السنه الباك ديالو مع العطله ديال الصيف وداك الشيء. وواحد الفئه اخرى ناس اللي عاطل عن العمل وكذا باش نبينوا ان راه كلشي ممكن يتغير كلشي ممكن يدير شي حاجه. تماما. يعني شوف فاش يكون داك الفورم غيعمرو بليزانفورماسيون صحاح ديالك كيما هو راه ما غاديش تقول لنا عمرو بهذه الطريقه باش يختاروني ما كاينش. اللهم يسر. ثالث اكثر سؤال امتى غتلاح السيري ديال الدراري. دابا الدراري دابا حنا خدامين معاهم راه دابا ما بقى لهم والو راهم في السيمانه الاخرى ديالهم راه حنا عاطين لاطاك السيمانه الاخرى ومسكيلي مسكيلي فرعون شحال دار البارح. شوف الدراري البارح فرعون دار اكثر من 5000 درهم بروفيت ربح نيت بروفيت نيت بروفيت نيت بروفيت. ما كنهضرش على الشيفر دافير ما كنهضروش على كنهضروا نيت بروفيت دارها في جيبو والدراري حاليا شاعلين. لا لا ولكن عاوتاني ندوف في السلبي. كان نهار كان تيقول دار 20 مليون ايش داك يومين بقى كيضربها في الشهر وتسد لها الكونت الفيسبوك قلت له شتي راه اللي تيدوي بزاف اشنو كيطرى عليه الامور ماشي تبقى هي كتحسب ولكن راه هو بيان سور هو مبتدئ. لا هذا اصلا الحماس ديال اي واحد كيبدا شتي اي واحد كيبدا كيجي هذاك الحماس تيقول هاد لي شيفر غادي ندير وغندير غندير غندير صافي غدا غنحضر الفيراري صافي ويتسد ليه الكونت ويرجع للواقع. هذاك هو الواقع ولكن الحمد لله دابا دونك الدراري راهم فريمون غاديين خاصه كنا دايرين بزاف ديال لي زاكتيفيتي اللي كنا مبروغرامين باش نديروهم ودابا راه كنانيوليو غير باش نبقاو مركزين على النمبرز باش نبقاو مركزين يديروا دي شيفر زوينين اللي حتى نتوما ملي تشوفوهم يعني تموتيفا وتخدموا عليهم وتقاتلوا عليهم لان صافي بقى غير واحد الشويه وراكم عارفين بيان سور كاع الناس اللي خدامين في الايكوم راكم عارفين راه البارتي الاولى كانت كامله غير تيوريك غير باش يتعلموا البارتي الثانيه ديال التيست وكذا يعني ما بقناش الوقت هاد لافاز ديال السكيلين نورمالمون كون كان عندنا واحد شويه ديال الوقت كنا نزيدو نديرو نمبرز كبار راه الدر الحامر حتى صاحبي تزيدنا شي شهر تزيدنا شي شهر ما عرفتش دابا صافي الدراري فهموا لقاو لي برودوي اللي خدامين دابا صافي تيطلقوا الكامبين وتيسكيل ما بقاو تيديروا حتى شي حاجه صافي غير مشكله ديال الوقت كون تاع فيسبوك تيرجع للزيرو يومين ثلاث ايام عاود تيرجع تيكسير دايرينهم دايرين لهم الباك اب دايرين لهم شحال من حاجه يعني فيسع طنطن كيعاود عاوتاني يرجع للنيفو ديالو غير قضيه وقت
يعني الدراري حاولوا ديروا شويه راسكم بلاصتنا وفهم فهم دابا الستريس اللي راه حنا عايشينو وفهم راه شحال من حاجه راه كنسمحوا دابا في حياتنا الشخصيه كخاصني واخا انا ما بقاتش عندي حياه شخصيه والله الا فري ولات حياتنا دايره على دوك والله الا فري غادي يجي شي واحد يقول لي اخويا السيمو محتاجك في هادي 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 تنقول انا نسيت راسي انا محتاج راسي انا حاليا انا محتاج راسي ولكن هاني الدراري راه كنصوروا ربعات الكاميرا تروينا شحال من تيرا شحال تنضربوا شي 500 600 جيجا في النهار لا صافي من 500 حتى كنوصلوا حتى 800 900 راه كنقربوا 1 تيرا في النهار في النهار الدراري والديسك زيرات هذوك اللي وريناكم ديال 22 تيرا ما كاين يعمر ويجيب الاخر عمر جيب الاخر وعاد وهذا الشيء كامل خدامين على المونتاج وداك الشيء باش راه حتى حنا ما كرهتش انا تنزل اليوم قبل ما ننسى اليوم ولكن الدراري راه خدامين باش عما قارب حنا عارفين السلسله ترونها على حقاش داك الشيء اللي طرا احسن من داك الشيء اللي كنا مبريبارين حنا الحمد لله صراحة. الحمد لله صراحه داك الشيء هذا الشيء كيفاش جا زوين بزاف المهم غادي هذا سؤال زوين هذا واش غنحطوا السيري كلها دقه واحده ولا كل مره غنبقاو نحطوا حلقه اش بغيت شوف حنا ما عندناش مع داك الشيء مني انا ما كنحملش دوك السلسله ديال اكس فايلز ملي كنت صغير وحتى حلقه في السيمانه وتمرض نور بقى كنتسنى وكذا سيرت داك الشيء حنا مقادينو حماسي غادي ننزلوا ديك 16 حلقه تنزل مره واحده وسير تفرج فيها السلام عليكم لان فهمتي ناضي ياك اخي زوين لان داك التجرجير ديال بقى تجرجر ليا بنادم تلوح لي حلقه في السيمانه مني انا كنمرض دونك ملي انا كنمرض ما تبغيش الناس اللي كيتفرجوا يمرضوا غنحطوها اللي مسالي يتفرج فيها دقه واحده يتفرج فيها اللي بغى يتفرج حلقه في النهار يتفرج فيها المهم واعطي ملي تعطي للناس عطيهم كل شيء وانا اللي عارف انها غتحط نهار الجمعه نهار الجمعة باش تجي الجمعة السبت الحد بنادم غابر يتفرج فيها صافي الجمعة تلقاها باش تسالي لها الجمعة بالليل الخدمة تريح الجمعة السبت الحد تفرج ليها مع راسك بنادم ما خارجش للزنقة اش كيدير اش كيدير راه كيتفرج السلسلة فري كاين شي دراري اللي راه ردوا البال باللي راه كاين واحد الخامس مع دوك الربعة ما بقاوش ربعة ولاو خمسة علاش اخي السيمو خمسة دراري حنا كنا في البدايه مركزين في الخارج بربعه بهم مركزين في الخارج ملي كنضروا في لي جروب تنبقاو تنسمعوا بحال المغرب ما فيه ما يدار المغرب عيان المغرب راه ما منوش ما يمكنش تدير فلوس في المغرب وحنا نقولوا هدا غادي نجيبوا غادي نزيدوا الاخ ديالنا سفيان وغادي نديروه تخصص في المغرب غادي يدير داكشي اللي كيديروا الدراري في المغرب وفي الاخر الدراري شوفوا لي ريزولطا ديالو داكشي تبارك الله شديد سفيان شديد دار دي ريزولطا زوينين في المغرب تبغوا نبينوا راه كاين في اي بلاصه راه انت خاصك غير شويه واش في راسك لدرجه ان الدراري الاخرين ولاو كيتلقوا الادس في المغرب مورا ما شافوا سفيان حسدوهم على قلتي خلاهم يحسدوا ويلا هادشي كاين في المغرب اجي نطلقوا حنا في الخليج وفي المغرب الدراري ما تبقاش شي حاجه حداك تقول لا ما مناش راه كلشي كاين غير حداك بدا باللي حداك وعاد شوف اللي بعيد بصح شوف شباب هادي سؤال زوان لان راه كلشي كاين في الانترنت كلشي راه كاين وكلشي يقدر يبدا غير هو علاش دارت هاد السيري هادي بالضبط الشباب شي داكشي اللي كاين في الانترنت يبدا به اي واحد وبداو بينات ماشي يبداو به بداو بينات وداروا ريزولطا هاد السيري هادي بحال قلتي تزيد الايمان ديالك تيقول لك وين يو بيليف يو اشي ملي كتكون مامن كدير كتوصل لك بزاف الناس تلاحظ ان الايمان في القدرات ديالو وفي راسو ما كاينش خويا انا ما عنديش لونغلي خويا انا ما عنديش العربيه خويا انا ما عنديش الفرنسي وحنا نجيبو برقل وفرعون فهمتي الناس اللي ما عندهمش مستوى دراسي عالي وجبنا ناس اللي عندهم مستوى دراسي عالي وجبنا كاع الامثله وجبنا واحد الاخ معانا اللي هو كان بناي وجبنا طالب جامعي جبنا جميع الاصناف باش الهدف السلسله هو في الاخر انت تامن باللي شو هاد الناس هادو داروه حتى حنا نقدروا نديروه حنا خدامين في هاد السلسله هادي على انت تامن اما داكشي اللي كاين في الانترنت كافي ولكن السلسله تكون نضع ونقول لكم واحد وباش تعرف ان فريمون فرعون وبرقله غيخليو الناس تامن ديال بصح راه دري انا صاحبي انجينيور فرنسا تبارك الله كادر كبير اون فوا شاف داكشي قال لي شوف اخي انس عرفتي الا هادوك داروا شي حاجه في الاي كوميرس انا غادي نخرج من الخدمه وغادي نجي نكون طالون صراحه وهادي راه فكره كانت ديال زهير شب زهير هو اللي جاب الفكره ديال ان برقالي فيها باش حتى واحد ما يقدر يقول لا حكا انا حكا هذا قاري عليا شكون اللي قال الدري هذا راه قاري وعارف وديجا مجرب قلنا غنجيبوا ناس اللي نتوما عارفينهم اصلا ما عمرهم دخلوا الدومين ما لا علاقه لهم بالقرايه ما كيعرفوش حتى عمرهم شافوا البيس والله الا هادشي باش قنعنا الزوير لان قال لي الا جبتوا هاد الناس معروفينش في الاخر يقول لك راه هادوك صحابهم وغير متلو بهم ولكن اللهم نجيب لك فرعون كتعرفوا وكتعرف المستوى الدراسي ديالو وبرقل وغادي تشوف لك غادي يبان لك راه داروا شي حاجه هذا هو
خويا هذه النصيحه ليك لاي واحد اصلا باغي يجي يستقر في تايلاند، راه تايلاند ماشي رخيصه كما كيسحب لك. تايلاند هي راه ساويه، يعني النصيحه اللي غادي نعطيك الا فريمون كان عندك واحد مدخول مزيان وكنتي عندك اجي مرحبا بك. باش تجي تقول لي اخويا السيم وباغي نجي نخدم في الطالون الدراري يسمحوا لي، راه شحال ما تنقول هذه الجمله وتيقول لك لا راه ما بغاوناش نجي. شوف خويا تايلاند والله ما فيهاش الخدمه على حقيتاش، طالوه ديال العمل هنا مراونه. الا جابك انت اجنبي تخدم خصو يجيب اربعه ديال التايلونديين هنا، الدوله كتضمن الحق في تايلاند، فهمتي؟ يعني انت هنا كتجي ملي كتكون ضارب الفليسات اونلاين عايش هنا، كاينه الحياه، ناس ايجابيين، الحياه زوينه. احنا دابا مصيفين في شهر جوج شهر ثلاثه، فهمتي؟ هادشي اللي زوين هنايا. ولكن راه المصاريف كاينه، مصاريف ماشي ديك رخيصه رخيصه رخيصه. وراه الطياره باش تجي هنا، راه شتي الطياره دابا شحال دايره، وحسب لالي وروتور ديالنا ستوريج جاي في ستوريج سير على حقيتاش الدراري. شحال من واحد تيجي هنا والله، واحد الاخ الله مؤخرا جا من تركيا هنايا، قال لي اخويا السيم جيت باش نستقر وجبت معايا شي فلوس وبان لي ما هادشي قدوني، وجا في شهر واحد جوج ثلاثه. وحاجه اخرى، حنا في جزيره بوكيت وهادي سول عليها، شتي بانكو كتقسم الاثمنه على جوج، غتمشي لتشانغ ماي تقسم الاثمنه على اربعه. هنا اغلى ماكين طاكسي بزاف، كلشي غالي الدراري. لي زوطيل حاليا الا دبرتي في شي هوطيل اصلا ما كاينش لوطيل، فهمتي؟ يعني في الهاي سيزون كتكون تايلاند ابر هاي سيزون كتكون غاليه، من الهاي سيزون دابا احسن بقيت في تايلاند كتكون غاليه لواحد الدرجه ما كتصورش. وانتم كتسمعوا رخيصه، راه رخيصه تقدر تاكلها باطا، هذيك لي باط ديال فري مثل الماكله اللي كنبارطاجيو اللي كيبارطاجيو الدراري، راه دوي على 80 درهم والفوق. بصح عرفتي انا الروبا ديالي، روبا راه كيتقام ب 400 باط 300 باط، اللي هي 100 درهم تغدى ب 100 درهم فطر ب 100 درهم، احسبها بحال هكا. يعني ديك الفكره اللي بيعوكم ديال الطاي كما قال لكم زوين، راه ممكن تجي تعيش هنايا رخيص، ولكن راه ما عندها حتى معنى، ما عندها حتى معنى تجي من المغرب باش تعيش هنايا واحد العيشه ديال والو. علاش؟ لان غادي خصك تاكل واحد الماكله اللي ما كتهضمناش بزاف حنا المغاربه. واش صعب تاكل باط طايب 70 باط تحتي به في شي كوان رخيص ب شحال 60 باط 15 درهم، 15 درهم تضرب بها شاورما في المغرب. تضرب بها شاورما مزيانه في خميسات اخي، غادي تفطر بها مع تفطر بها بالردات وزيت العود والبيض والعيبات. لا راه دابا كاع طلعوا شويه الاثمنه في المغرب، ومع ذلك ماشي ديك الطلعه. راه بحال دابا انا مثلا كما قلنا، يعني تفطر مثلا ب 100 درهم، المغرب راه تفطر ب 50 درهم 60 درهم كاع. اجي ملي كتمشي عند عالي تغدى غتحطوا عند 100 150 درهم مينيمو عاديه. راك عادي ما درتيش شي حاجه دي سبيسي. لا صراحه صراحه الدراري الطالون ماشي ديك رخيصه، مزيانه زوينه كلشي كما قلت، راه ممكن تعيش رخيص، ولكن هنا في بوكيت راه شويه طالعه. لا الدراري بوكيت بزاف. السينما مثلا السينما ديك الكلاسي زوينه دايره هنايا 1200 1600 باط. في تشانغ ماي اللي هي في الشمال ديال تايلاند الدراري كيدخلوا لها ب 300 400 باط. وبالتالي كاين دراري صحابنا جايين خدامين فريلانسرز في الانترنت كدا، تيدخلوا واحد 1000 2000 دولار في الشهر، عايشين ملوك، عايشين الملوكيه في تشانغ ماي. بوكيت غادي يعيش العبوديه معلم، نجيك من الاخر تيعيش تمايا بخير، سينما رخيصه، الحياه رخيصه، كياكل دي بلا زوينين بثمن معقول. شت الاثمنه ديال بوكيت تقسم على اربعه، المينوات تقسم على ثلاثه، فهمت؟ غادي تعيش مزيان. اما بوكيت الاخوان راه جيت تنصحوكم، راه ما جيتش تجي تزاحمني هنا، الجزيره راه هزه بزاف الناس. ما تخيلش الجزيره بعد المغاربه تجي تخيل الجزيره غادي يطلع في البحر يعوم هنا، يطلع في البحر يعوم هنا. فيها اكثر من 5 جمهور. احنا من قبيله جا احنا ساعه صايقين وباقي صايقين وفي نفس الجزيره. نكملوا على ذاك القضيه اللي قال السيمو. يعني الشباب راه الجزيره راه زوينه وكبيره، ما تخيلش الجزيره على خشب المغرب. شحال المغرب مسكين جاني تيقول لي اخويا السيمو راه زيت الموتور بقيت غادي شحال عاد لقيت البحر، تيصحابني انا راه غادي نعوم في البحر هنا وتجي جيتي جري تلاح في البحر من الجهه الاخرى. لا الجزيره كبيره، راه حنا دابا صايقين ساعه وباقي غادي نسوقوا واحد ثلث ساعه وحنا غاديين لواحد الريزورت هنا. يعني فهمتي نسى ديك راه غادي تجي تزاحمنا كذا كذا كذا. هير وي وجد فليساج وجي مرحبا بك، راه فهمتي؟ غير هي غادي تدي لك المصاريف وغادي تعيش. شحال كتقول تقريبا لو مينيموم اللي يكون بغينا ندير في الشهر باش يجي لهنا؟ نقول اخا يبغى يعيش عيشه عاديه، عاديه 1500 دولار. تماما انت انا داك الشيء اللي كنقول، دير المصاريف عادي ما يطمحش، عادي ما غاديش يعيش شي حاجه في شكل. دير بحساب واحد 1500 دولار مليون ونص اجي، كانت بعدا غيادي غنقول لك اجي خرج بدل المحيط دير داك الشيء المهم داك الشيء اللي كنقولوا. مليون ونص الدراري باش تروح
كيفاش اخاي زهير؟ مليون ونص راه يعيش بحال واحد كيشد 4000 درهم في المغرب، باش نفهم الشيء اللي بغيتي تكري في البلاصه اللي كنقولوا ماشي عاديه، ماشي بيت ولا شي حاجه، غتكري بواحد فوق من 4500 درهم حتى 5000 درهم هادي باش تكري في بلاصه مزيانه نقيه. الماكله والموطور ديالك وعاد دير ماساج عاد دير هادي غدير هادي راه فوق من 1000 دولار في الشهر، راه حيت كل نهار غيطلع لك اقل حاجه غيطلع لك بواحد 400 درهم تما بين الموطور والماكله ودير هادي وسير تبحر وخلص هادي، راه هذا هو الحساب. تمام، حيت هنا واحد القضيه، هنا فاش كتجي كتحس براسك ديما في عطله، في العطله كتصرف الفلوس. العطله شوف شوف كيفاش كتعيش في العطله، عارف راسك راه هكا كتعيش في بوكي. حنا عايش عام كامل في عطله، دابا راك في عطله. تمام صافي، راه دابا هذه هي القاعده، اما تجي لهنا وتكمش وتاكل غير داكشي غير تحيد الجوع وكذا، دابا هكا كيتخيلوها شي دراري نقول لك كاينه ممكن دير داكشي، ولكن راه ما غديرهاش وما بلاش. ان شاء الله راه غادي يكونوا حتى البنات وغادي يكون داكشي مقسم، واحد العدد ليفيكتيف ديال البنات وواحد ليفيكتيف ديال الدراري. ياك اخاي سيمو؟ يكون اخاي نديرو 100 دري 50 بنت. يقولوا لك علاش؟ غنقول لهم انا البنات كاع قلال في هذا الدومين هذا، البنات كيشكوا 23% ورغم ذلك تياخذوا دابا البنات قل 23% اللي كيفولوون تيفولوون تنجبوا هاد لي ستاتستيك. اما البنات قال حنا فهمتي عطينا 23% وما جابوش ديك 50 بلاصه، ولكن غادي نعطيهم 50 بلاصه وما جاب بلاصه للدراري، ماشي ضرمان ولكن مزيان هاد 50 بنت تدي انسبايري عاوتاني هما البنات حتى نهار تشوفوها ان شاء الله تولي 50 50 ما كرهتش. اش هيك اخاي زهير؟ الله يطول السر هذا ولا ان شاء الله. الله يسر، احنا كنتسناو الكونترا دابا غتسنى بيس. بالنسبه للقضيه ديال الفرق بين الديجيتال ولا الفيزيكال برودكت، صراحه انا بالنسبه لي كيجيوني بجوج كيف كيف. علاش؟ لان في التالي انت راه كدير ماركتين كتبيع، يعني اصلا خدمتك راه هي ما هي كما كان البرودوي راه كتبيعو كتبيعو، غير كاين سام ديجيتال برودكت اللي فريمون خصك تبقى مركز فيه الخدمه. انا بالنسبه لي كنفضل فيزيكال برودكت، كنعرف بزاف ديال الدراري صحابي كيخدموا ديجيتال برودكت وفيه ما يدار جوج عمره بيان سور فيه ما يدار، ما كاينش حاجه ما فيها ما يدار. دونك شوف نتايا فين غترتاح، حاول تشوف كل حاجه والخدمه ديالها كي دايره وكل حاجه والطريقه ديال، مثلا انا كنشوف الا عندك مثلا شويه ديال ليسبري ديال حرق الراس وهذا تعطي غادي تلقى واحد لامارد البروفيت اكثر في الديجيتال ولكن فيه حرق الراس، عاوتاني على العكس ديال الفيزيكال برودكت. الفيزيكال برودكت ميم سي لامارج تقدر تكون صغيره ولكن راه فيه عاوتاني بروفيت تاعو كبير وقل حرق الراس على الاخر. والحاجه اللي مزيانه في السي او دي هو ان ماشي بزاف ديال المشاكل اللي فيه ماشي بحال مثلا بزنس اخرين، يعني عندك جوج حوايج، عندك الادفرتايزينغ من فيسبوك ولا باش ما راك خدام المشاكل ديال فيسبوك الحلال السدان ديالو، عندك جيستيون ديال ستوك ديالك. يعني اللي غادي ننصحك هو حاول انك فاش يلاه تبدا تجيب دي كونتيتي اللي هما صغار تعلم فيهم، ولا خاصك تبدا سيلر سينو بدا كاع افيليات على ما تعلمت فهم المارشي تفهم كل دوله شحال تقدر تخرج فيها شحال، غتبقى تجيب دي كونتيتي كبار باش ما نقولك زعما تحصل شي حاجه، ولكن حيت اصلا مثلا السوداء او على حسب فين كتهضر، مثلا كتهضر في الخليج عندك مثلا فيسبوك عندك توي عندك تيك توك عندك سناب شات عندك جوجل عندك بزاف ديال لي بلاتفورم، يعني تخرج من هنا ومن هنا ومن هنا. مثلا السعودي في الافريك عندك فيسبوك طلع عليك الكوست ما عندك بينا ديت. صراحه ماشي غير ستراكشر هي اللي كتلعب دور باش فيسبوك ما يتسدش، ان شاء الله فاش تخرج السيرير غتشوفوا بلي الدراري الاكونت باش بداو هادي شهرين والصرف باقي خدامين بهم من دابا، ويوميا تيست راه كاين نهار فاش كيتيستيو 3 4 ديال لي برودوي. ولكن علاش هذا الشيء؟ لان كاين بزاف ديال الحوايج اللي خصك تحترمهم، بزاف ديال الحوايج اللي خصك ديرهم، ما تبقاش غير كتهز وكتحط فيديو ديجا داز وتحرق ولا كيتسد عليه وتولي انت المهم بزاف ديال الحوايج اللي خصك تحترمهم، غتشوفوا داك الشيء تشوفهم هما كيفاش بداو كيفاش خدامين وكيفاش كونت واخا كيتسد كاع كيرجع غتطبق نفس الحوايج راه غادي تمشي ان شاء الله مزيان. يعني ماشي كلشي كاين في ستراكشر، ستراكشر كتلعب دور غير باش تحميك وفاش تمشي لك شي حاجه ما تبقاش حابس ما تحبسش واحد الوقت طويل، في ساعه تريكوبيري في ساعه تعوض داكشي اللي مشى لك، مشى لك البروفيل تعوض البروفيل وتبقى الخدمه غاديه، مشى لك بي ان تعوض بي ان، مشى لك اد اكونت تعوض اد اكونت، هادشي اللي في صالح ستراكشر، غير باش داك الوقت باش تعاود توقف كيكون صغير.
صراحه 2023 في التوب شيبين راه شحال من حاجه تزاد شحال من حاجه زيان راه بانوا شحال من بلانات جداد واعرين ما كانوا غير بانوا شحال من حاجه اللي بانت لها الطريق يعني بالعكس التوب شيبين في 2023 عاد وما زاد عاد زاد ثقال زاد زيان حتى الزياره ديال جوجل اللي كانت في الاخر ديال 2022 راه ما بقاتش راه بدا كيطرح شويه دونك راه الامور غادي كتسهل الحمد لله. شوف اخي راه كيما نجمتي في الدومين الاول راه تنجم في الدومين اخر غير دابا راه عندك اكسبيريونس عرفت تختار عرفت تشوف فين تخدم صافي اختار شي دومين اخر وتوكل على الله غير هو حاول تشوف بعدا الكريديات هما الاول الا لقيتي تشوف الكريديات عاد ولا بشي حاجه لان باش تخدم وانت عليك كريدي هذا غلط كبير كيديروه الدراري هو انك تخدم وانت فلوس ديال التليفون ولا شي حاجه هذا غلط كبير وما غاديش تنجم تكون متاكد انك ما غاديش تنجم لان حيد عليك دوك الكريديات وحاول تبدا طلع فين تبدا لو بادجيت او لا بادجيت اما صغير ولا كبير كيف ما كان راه غادي تسلك هذا اللي كتب شكرا هذا هو زكريا احسن التلاميذ ديالي ناضي الله يعطيه الصحه ناضي والموهب اللي عنده ديزاينر ناضي راه حتى هو ديال كيدير تبارك الله ريزالت زوينه وكلشي ان شاء الله غتشوفوه في السيري كيريسبكتي داكشي اللي كنقول ليه كيسمع الهضره الله يعطيه الصحه دابا غنشوفوا الدراري اخرين حتى هما راه شفتهم كاتبين هنايا في لي ميساج راه كاتبين شي حاجه حنا غنشوفوه هذا ايوب البناي هو مولاد الميساج تلميذ مجتهد اكثر من القياس الغلط اللي كيدير ولا الغلط اللي مازال كيدير هو انه علامه كيفكر بزاف هذا كيفكر بزاف هي اللي كتخرج عليه الدراري ما تيفكروش بزاف كيديروا داكشي اللي كنقولوا لهم كيجيبوه مزيان هو كيفكر بزاف كيزيد من عقله كيبدع شي حوايج داك الابداع ديما هو اللي كيخرج عليه هذا هو الغلط اللي مازال كيدير خي ايوب ابار داكشي راه الله يعطيه الصحه فريمون راه باغي يوصل عنده هاد الموتيفاسيون ديال بصح باغي يوصل باش ما كان باغي هو يوصل وكيتقاتل حتى هو راه تبارك الله عليه كيدير ريزولت زوينه تحياتي خي اي وهذا فرعون ومن لا يعرفو كيسول على موطور حيتاش تحيدوا له الموطورات هاد الايامات هادي داروا واحد الزبله ايوا تحيدوا له الموطور هاد الايامات راه مسكين بقى بلا موطور محنسر شو خلا خي سيمو تحنزر بلا موطور راه معنزر بلا موطور ولكن المهم راه بقلنا اي شوية وداكشي لمصلحتهم مرامو لمصلحتهم لان صراحة هو راه دابا هو اللي عاطي الجهد هو دابا مول نمبرس هو اللي محطم الروكور وتشادك الموطور شوية كيجليوهم كيبقاو غادين من هنا لهنا البلان البلان كيتلفو ما شاء الله خاي فرعون ان شاء الله راه الموطور ديالك دابا يوصلك في المغرب ان شاء الله خويا اش غنقول لك اخي راك انت زيتي لبرا بزاف قالك اخي سيمو هاد خونا بغي نفسك في الحياه وحتى في الصداقه وعلاش لا بالعكس اخويا والله انا جد الدراري كامل كنطمح يولي واحد احسن مني فوتون ولكن بزاف الناس احسن مني ولكن هكذا راك عارف حنا شنو مرقود هاد الشيء ولكن انت سيمو في لامباكت ما كاينش اللي غيفوت لا والله اخي في المراكنه كاينين زعما هذه هي الزوينه هي كتطر راسك مع مراكنه باتريك بكل قرب ضارب عليا سبعه الطورات ما كنظنش لا والله شتي باتريك في الديفيد الامباكت لا في الخدمه في الخدمه لا بالخدمه والامباكت فهمتي واش انا كنبان لي الامباكت بعدا عندك اكثر منه ولكن السطره تيبقى تجمع الميزان فاميلا وليدات الدار فهمتي جمع لي كلشي راه شنيت ماما تجي الدار وزيد عليها وعايش معاك باك وامك عشان نحترموا على هذو القطاعات وزيد عليها الخدمه وزيد عليها شركه لاسيرونس فيها 6000 واحد ما تسالي السطوره شركه لاسيرونس فيها 6000 واحد الدومين ديال لاسيرونس صعيب اخويا طق دعاوي على الجهد فهمتي الصداعات المشاكل يعني فهمتي انت تشوف اما الامباكت نقول لك وي فايت ولكن جمع ديك المعادله انت اخي تيبقى قدوه تيبقى اصلا هو كان عارب عليا بشحال وفهمتي وانا خدام يعني تيموتيفيك مزيان تيبقى ديما واخا نفطردو من هنا واحد 10 سنين فتو تيبقى هو الساط هو اللي حركني هو اللي موتيفاني هو اللي كدا بحال داك الساط اللي كنت كنقول لك في كابان هو كنت خصك تعاودنا هاد القصه يلا ديز الستار الجايه بوحدك ذكروا داك خونا بالخير الله يلا الدراري ضروري خصكم تسمعوا هاد القصه حيتاش
تعاودها لي شي جوج المرات ولا ثلاثه وكنقول له هذه ما فهمتش علاش ما عمرك قلتيها. قصه واعره ودابا شحال من بودكاست وكنسى هذا السيد هذا اللي موتيفاني في حياتي وما عمري تلقات الفرصه نمشي ندوي انا وياه. هذا السيد هذا ديما عنده الحديد شركه كبيره عنده هنايا في الطايلوند ديما تيجيب شي بورشا ناضيه شي اودي ناضيه هي الحديد الناضي فهمتي. تنمشي ديما كنشوفو نازل من الطوموبيله غادي يخدم. شي يامات وصلت بيا كنعكس كنقول واه اليوم صاحبي ما فيا اللي يخدم نريح غير الناس تنقول لا شوف غادي نهز الموتور بالسرب غادي نخطف الشركه ديال خونا لا لقيت الطوموبيله ديالهم باركي يعني جاي يخدم حتى انا خصني نخدم اليوم. لا وقول لهم باي ذا واي راك كنتي زعما ساك في واحد الحومه اللي هي مجليه واحد الحومه كنتي ساد على راسك. حومه ساد على راسه وما كاين الخدمه راك عارفه حومه كامله ديال المسلمين ما كاين والو تما ما كاين حتى حاجه وديك الشركه كاينه تما. خونا اصلا ما ساكنش تما ساكن شي بلاصه بعيده تيجي للخدمه تيباركي انا كنجي شحال من مره شوف كنمو تنقول اليوم ما فيها لا خدمه صاحبي اليوم عطي راسي راحت ولا جاج اجي نشوف هذاك السيد اللي كبير وعايش الحياه واش اليوم مشي يخدم كنهز الميطار على حقاش الشركه ديالو هو قريبه ليا تندير بحال قلتي خمسة دقائق رجع كنمشي كيبان لي الطوموبيل تون باركيه كنقول واش الشريف هذا جاي يخدم انت باغي تنعس يلا تخدم وحق ربي لهذا السيد هذا لشي عامين هو موتيفيني وما عمر جات الفرصه نشكره ولا نزوينا ولا شي حاجه. والمشكله ديما كتمشي حتى تشوفو وترجع بحالك. تنمشي نشوف خاصني نلقى الطوموبيل شحال من مره كنقول راسي ما نخدمش اليوم وتنقول اجي نمشي نشوف واذا كان نخدم وتنخدم حتى راه شي عامين. شتي انا فاش قلتي لي هذه القصه شنو اللي اثيرني بزاف هو لو فيت ديال انك تقارن راسك مع داك خونا. راه بنادم راه تيقلب على السبه لراسو باش يرتاح انت مشيتي قلبتي السبه راسك باش تخدم. السبه باغي يرتاح شحال من مره كتعيا شحال من مره انا خاي عييت بزاف وتنقول واه راه جي نشوف هذاك خونا الا مشى هذاك خونا اللي هو كبير في الله وتنقول واه راه جي نشوف هذاك خونا الا مشى هذاك خونا اللي هو كبير في الله فهمتي. وشركه راه فهمتي تندوي على شركه ديال دوك المعدات ديال البني داكشي خيال فهمتي دوي على دوك المعدات اللي محطوط غير تما الملاير تنقول هذاك خونا ماشي شي ناس صبر اجي نمشي نشوف الا لقيتو اليوم ما كاينش نمشي للناس حتى انا نرتاح والو كنمشي كنلقى خونا مباركي كاينه الطوموبيله تنقول صافي كاين يلا تمشي تخدم معلم وكتمشي كتخدم معلم سنين وكيموتي هذا الشاب هذا اللي قال لك المقارنات كذا اخويا تولي احسن مني فهمتي الله يسر لك. وبالعكس الشباب راه شوف راه دابا شحال من وحدين تيفكروا بحال هكا ديال راه دابا السوق فيه 10000 اوردر لا خديت انا 5000 مشات لك 5000 دونك ولينا شاركين السوق انا وياك. لا الدراري السوق راه انا كنلاحظها في الخليج راه الخليج كاين حنا وكاين الدراري اصدقاء ديالنا مروان زهير كذا انت كتعرفهم الاوردرات عندهم كيتزادوا شهر بعد شهر الاوردرات كيتزادوا عندنا شهر بعد شهر وشحال من شركه كنعرف الاوردرات كيتزادوا عندنا شهر بعد شهر راه المارشي كبير راه ماشي ما كايناش 10 شحال من شركه كنعرف الاوردرات كيتزادوا عندنا شهر بعد شهر راه المارشي كبير راه ماشي ما كايناش 10000 اوردر راه تولي الشهر الجاي 12000 تولي الشهر بعد هذا اكزومبل ديال 10000 ما كاين اكثر 10000 راه في النهار كتولي 12000 كتولي 16000 كتولي حتى غادي تقعد نهار تلقى 100000 اوردر في النهار وكاين اكثر من هذا دابا في الخارج في الدوله وحده وغادي تشوف تيكبر راه ماشي غادي تجي تاخذ ليا ناخذ ليك هادشي نساو الدراري ولكن هاد الهضره ما عادش يفهموها اخي انا اصلا غارقه لان راه ما عاش في اسيا ما عاش في مليار و700 في الهند ما شافش مليار و300 في الشام وما شافش راه المغرب راه يضرب تقنتو هنا في اسيا فهمتي شي شارع تحط فيه ديك 30 مليون كلشي يخدم في الواد تيقول لك ما يمكنش تقول لا راه ممكن راه الدراري راه المغرب راه صغير ناس على قد الحال حنا راه ما تنسوا والو في الكره الارضيه تفرقنا فهمتي تفرقنا يقدروا يعرضونا شي ناس في الشين ويعرضوا داك يعرضوا المغرب كامل يجيو يعشيونا في شي مدينه يقول لهم كل واحد ياخذ مور ناس على قد الحال حنا راه ما تنسوا والو في الكره الارضيه تفرقنا فهمتي تفرقنا يقدروا يعرضونا شي ناس في الشين ويعرضوا داك يعرضوا المغرب كامل يجيو يعشيونا في شي مدينه يقول لهم كل واحد ياخذ كل اسمن وكل اسره تاخذ مواطن ودي تخرج مظاهره يقول لك بزاف الاسر راه ما جاناش مواطن مغربي اصاحبي راه مابقاش لينا ويقول لهم راه ما يمكنش الخوط راه اصلا هاد الناس قلال وعاد غادي نوضوا للهنود يقول لنا فينا هو رزقنا وحقنا حنا من هاد المغاربه هادو حتى صاحبي راه المغاربه تفرتتهم ما يعطيوك والو اصلا هادشي كنحاول نوصل الفكره راه هاد الدراري نتوما ما كاينينش انسى هذيك تبقى مركز مع خوك ناري غادي يسرقني ناري غادي يكوبي ليا الكامبين ناري لا عرفو ناري كدا السوق غادي تزير الدراري نسى هذوك الافلام اجي تعيش راه حنا كنبارطاجيو الى ان جينا لاسيا وفهمنا بان الخبزه كبيره وناكلو كاملين وكلشي ياكل وكلشي وما تسالش واش راه حطوا لنا خيط طاجين وانت كتهضر ويلا نزيد لنا جوج طواجن نكملو فيهم الدراري شو الرزق الدراري انت كدو
اشنو شنو اخي ناس لا ما عرفتش اخويا منين نبدا راه واش تايلاند الحريره ويلي ويلي الحريره واش نضربنا مورها مورها الطواجن الطواجن ديال ديال كان ديال الدجاج ترى صبقينو مشى صراحنا في رمضان دابا حركة الصحراء يلا شنو نديرو دابا التواعد نبداو بهم جوج اشوف شوف ست ست هذا هادشي اللي بغينا نبداو هنايا وندوزو لاخر شي بقى سخون اي برد اللهم نضربو انا كنضربو على البحر كنقصيوها على البحر ويلي ويلي عشا الدراري واحد المنادة اللهم بارك الحياة السعيدة هادشي معاك انت الشتا كتصب غلفوه ولكن راه الشتا كتصب وانا اش لابس صافي واحد 30 درجة الشتا شتا الدراري شتا الدنيا فازقة وانت معلم كتجي غير تسيق الدنيا ودوز صافي كتخلينا مرتاحين الحمد لله.